لكل مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. دايما بنسمع كده مقولة، أنا في رأيي إنها مقولة صح، راحة الجسد تبدأ من راحة القدمين. لكن بقى بالنسبة لنا احنا كستات مش راحة الجسد فقط، الراحة النفسية كمان بتبدأ من القدمين، لأن أثبتت مثلا دراسة ألمانية حديثة جدا إن الراحة النفسية للمرأة بتتحسن موت لما بتقوم بشراء حذاء جديد، وإن حالتها المزاجية بتكون مرتفعة لما بقى كمان تلبس الحذاء ده. سألنا الناس في الشارع إيه رأيكم في الكلام ده، وإيه أكتر حاجة بتحسن المزاج؟ تعالوا كده نشوف قالوا لنا إيه. دلوقتي بتقول انه البنت او الستات عموما لما بتشتري شوز جديدة بتغير مودها خالص، الكلام ده صحيح؟ طبعا اي شوبينج للست بيبقى بيفرق قوي في نفسيتها. طبعا we should look to find happiness in a different way, not only material stuff. We should be happy with our children, let's say with our husband, and the second stuff we're with women. It's always nice to have something new for us. It's lifting us up, obviously. هو الشوبينج بشكل عام بيخلي اي بنت او اي واحده مبسوطه. انت لو في باد مود انت نزلتي عملتي شوبينج، حتى لو هتجيبي مثلا حاجات سكين كير او كده، هتروحي مبسوطه من كده كده. الشوبينج ده اهم حاجه، كله الشوبينج كله. لا الشوز دي بتعمل مود مختلف. شخصيا انا بحب الاكل بصراحه. بالظبط، انما في الشوز وكده لا مش عارفه، بس يعني بس ممكن الاحذيه اللي بكعب برضه انا بحبها جدا الصراحه. كنت مريت كده بفتره ان فعلا لما الواحده بتعمل شوبينج بتغير المود، فاهم؟ بس انت لما بتكرريها مره ثانيه الثالثه بتفقديها بعد كده، يعني ما بتبقاش بتحسسك بالمود الحلو بعد كده، بتحسي خلاص بملل وزهق. خناقه ما بيني وما بين زمايلي في الكنترول روم ان لا الكلام ده مش صحيح، ومش الحذاء بس، لا اي شوبينج. عايزه اقول لكم يا جماعه، حتى كمان للمشاهدين، الستات هتفهمني في الجمله اللي جايه دي، ان فعلا لو لابسه حذاء مش مريحك وان هو مش جديد او باين عليه قديم، وثقتك بنفسك بتاتي من حذائك، والثقه بالنفس مش بس يعني هي دي المشكله الوحيده، الراحه لما يبقى حاجه ماسكه على رجلك كده ومش مريحاكي ومحسساكي وانت بتتحركي انك هتقعي على وشك او ان انت مش قادره تقفي او مش قادره تمشي، كل ده بيأثر في الحاله المزاجيه بتاعتنا. لكن تقولوا بقى كده للرجاله ما يفهموش الكلام ده ويقول لك لا الشوبينج بس هو اللي بيحسن المزاج. الشوبينج طبعا، وايضا الاحذيه الجديده، والله على ما أقول شهيد. طيب بعد الفاصل هنتكلم عن موضوع مختلف تماما، هنتكلم عن مبادرة، هي مبادرة لم الشمل اللي أطلقها الأزهر الشريف، المؤسسة الكبيرة اللي كلنا بنلجأ لها لحل مشاكل كتير في المجتمع، والمرة دي بقى لحل الخلافات الزوجية. بعد الفاصل. أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مبادرة، المبادرة دي اسمها لم الشمل لحماية الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك والتشتت اللي احنا بنشوفه، وده جه طبعا انطلاقا من الدور الدعوي والتوعوي كمان لمؤسسة كبيرة زي مؤسسة الأزهر، ومن واقع مسؤوليته تجاه مجتمعنا. أيضا الأزهر بيعمل دائما على وضع حلول مناسبة لأي مشكلة بنقابلها في المجتمع وأي ظواهر زي مثلا انتشار الطلاق. هنتكلم النهاردة أكتر، لأن معانا النهاردة في ست الستات فضيلة الشيخ إسلام محمد ضيف الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو مبادرة لم الشمل. برحب بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. يعني عايز أعرف أكتر عن المبادرة دي وأهميتها وبدأت إمتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرتك بداية، احنا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، احنا في الأصل مركز للإفتاء. الإفتاء الإلكتروني عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني الحديث. من خلال الفتوى وجدنا انه في نسبة أسئلة كبيرة جدا بتتكلم عن مشاكل الطلاق والانفصال والمشاكل بين الزوجين ومشاكل أخرى أيضا بين الأسر والعائلات. ده اللي خلى يحصل التفكير أنه لابد من مبادرة للتدخل لحل هذه المشاكل. إحنا بس مش هيقتصر بقى دورنا على مسألة أن إحنا نقدم الفتوى في الطلاق، لا، ده إحنا عايزين نساهم مساهمة مجتمعية لمجتمعنا الحبيب أن إحنا نحاول نعالج، يكون لنا دور في علاج مشكلة الطلاق الكتيرة جدا اللي وجدنا انه احيان كتيرة جدا بيبقى اسباب الطلاق يعني لا مبرر لها او ممكن ان هي تتحل، ف يعني نساعد او نساهم في ان احنا نحل الازمة، ازمة الطلاق الكتيرة الموجودة حاليا. فكان شيء رائع. فكان حضرتك انه بدأت المبادرة ديت ب يعني توجيه من فضيلة الامام الاكبر، فضيلة الامام الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، انه ننزل للمجتمع ونحاول، مش بقى هندي الفتوى بانه ده طالب حلال او كذا او حرام بس. لا، ده احنا هنحاول نحل المشكله ونشوف ايه ملابسات الازمه اللي وصلت للطلاق ديت ونحاول نحل المشكله وبحيث ان احنا يستمر المجتمع. فكانت مبادره لم الشمل بفضل الله سبحانه وتعالى سنه 2018 بالظبط 16/4/2018 بدات مبادره لم الشمل، داخله على 3 سنين يعني. الحمد لله. بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتواصل مع الناس ونطلب منهم ان هم يتواصلوا معنا وان هم يجوا لنا المركز او ان احنا نروح لهم حتى البيوت ونتكلم معاهم في اسباب المشاكل اللي بينهم اللي ادت الى الطلاق والانفصال ونحل المشاكل ديت ونحط ضوابط معينه لتستمر الحياه وتستمر الاسره. ولان احنا ايمانا من الازهر انه الاسره دي هي النواه الاولى للمجتمع. وأسرة مستقرة يساوي مجتمع آمن. صحيح. تمام؟ صحيح. عايز أسأل حضرتك يعني فضلت الشيخ، قد إيه من المشاكل نجحتوا إنها ما توصلش للطلاق وإن الأسرة يعاد مرة أخرى لم الشمل فيها ويعني يطولوا ويكملوا حياتهم عادي؟ تمام. عايز أقول لحضرتك إن إحنا يعني لقينا حوالي 35,000 حالة يعني أسرة رايحة في طريق الطلاق أو بالفعل طلقوا مرة أو اتنين أو كذا. وصلنا فضل الله سبحانه وتعالى لحوالي 27,000 أسرة. 27,000 أسرة جاري أنه إحنا بنتعامل معهم. حلينا بالفعل ورجعنا بالفعل إلى رجعنا بالأسرة إلى بر الأمان وأن هم يكملوا حياتهم 24,000 أسرة. ما شاء الله، حلو جدا. نعم. يعني انقذتوا 24,000 اسره من الانهيار. نعم، 24,000 اسره بفضل الله. ده تمت الحلول بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا لهم يا جماعه لا، انتوا ينفع تعيشوا، وطيب نحط بنود 1 2 3، حقوق الزوجه ايه، حقوق الزوج ايه، الدنيا تستمر ازاي بحيث ان احنا ما نرجعش نرجع لمساله ان هو يبقى فيه انفصال ويبقى فيه تفكك اسري. بيحصل ان هو بيلقي بظلاله مع الاسف السوداء على الاولاد. تمام. صح. فيطلع مجتمع متفكك وتطلع اولاد مشوهه نفسيا وتطلع اولاد يعني زي ما هنشوف مشاكل نفسيه ويبقوا عرضه لاي حد او اي فكر غير سوي ان هو يعني يجتذبهم او كده. بفضل الله سبحانه وتعالى 24,000 اسره بالفعل تم حل والوصول الى حلول مرضيه جدا مع 24,000 اسره بفضل الله سبحانه وتعالى. وجاري حاليا اللي هو حوالي 3,000 اسره ما زال لحد الان احنا في، يعني دول مش سايبينهم بقى او ده انتهى الموضوع، لا، ده هو لسه في محاولات معاهم وفي على اتصال بيهم ويعني بنحاول ان احنا نتواصل معاهم ونحل هذه المشكله. عددكم كام فضيله الشيخ اسلام؟ احنا حوالي 100 واحد. تمام. غير انه الزملاء في المحافظات الاخرى في مناطق الازهر. يعني اصل العدد مهما كان، هل هتقدروا على كل محافظات مصر
وهل معاكوا برضو يعني عناصر نسائيه من الداعيات المعتمدين من الازهر؟ احنا بفضل الله سبحانه وتعالى معانا المفتيات الزميلات الفاضلات معانا في المركز قسم النساء فتاوى النساء، غير ان احنا معانا كل اعضاء الازهر الشريف في المناطق الازهريه بيساعدوا معانا. يعني احيانا بتبقى حاله ما تقدرش ان هي تجي لنا هنا القاهره، او احنا يبقى صعب ان احنا الموضوع محتاج يعني سرعه الوصول لهم، فبنستعين بمناطق الازهر الشريف، مناطق الوعظ في الازهر الشريف، بالزملاء الافاضل بيرجعوا في المناطق للقرى وللاماكن البعيده، وبنوصل لحلول مرضيه في الله سبحانه وتعالى. شيخ اسلام، انا عارفه ان احنا مش متفقين على كده، بس انا افتكرت دلوقتي حضرتك بتتكلم عن رساله جات لنا في ست الستات على صفحتنا على فيسبوك، وهي السيده الفاضله ممكن تفتكر ان احنا يعني ناسينها او حاجه، انا بس للاسف ما كانش عندي حل لمشكلتها، ان الزوج بيضربها باستمرار لدرجه انها اتكرر، واهلها يعني لما تروح لهم بيرجعوها تاني للزوج مره تانيه، ما بقاش قدامها غير انها تهرب، ودي مش اول مره تهرب فيها. فانا كمدي يعني ده كمثال، مشكله زي كده ممكن تعملوا فيها ايه؟ طيب مشكله زي ديت هي انا بنصحها ان هي تتواصل معنا على الرقم الاول، احنا الرقم بتاعنا 19906 لو هي سمعنا مع او كده. ارجوكوا زمايلي باجوري ممكن نحط الرقم على الشاشه علشان اللي عنده مشكله بالفعل يتواصل مع الازهر، وان شاء الله يلاقوا لهم حل هنلاقيها قدامنا دلوقتي. اتفضل يا فندم كمل. الرقم بتاعنا 19906 ده بسعر المكالمه العاديه يعني متاح للجميع، تتواصل معنا وبتطلب رقم وحدة لم الشمل، بتتواصل مع أحد الأعضاء وتقول المشكلة بتاعتها، وإن شاء الله يبقى في تدخل سريع لحل المشكلة وتواصل مع الزوج. طبعا المشكلة زي ديت بتحصل كثير من الأحيان، مشكلة الضرب دي. فإحنا بنتكلم مع الزوج وبنستدعيه ونتكلم معاه ونتكلم مع الزوجة ونشوف الأسباب، وبأي حال من الأحوال ما ينفعش أن الزوج يعتدي على زوجته بالضرب، فبنبين الأحكام الشرعية المتعلقة بده وبنشوف إيه الأسباب ونحاول نعالجها. قد يكون الزوجة مخطئة في بعض الأحيان، فبنقول لها لا ده ما ينفعش، أنه المفروض الصح أن أنت تعملي كذا، أو أنه يبقى كذا، أو الدنيا تمشي إزاي. ما تصلح لنا المعلومة، هل فعلا على أيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيبقى فيه ضرب للزوجة؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أشار بأن تقويم النساء بالضرب؟ بص يا فندم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب زوجته. علي افضل الصلاه والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات لم يضرب زوجه من زوجاته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحصل مشاكل كثيره جدا، وده قدوتنا، وده يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو خير مثال لتطبيق احكام ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. وده اللي بنقتدي به، وده قدوتنا الاولى. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت ان هو ضرب زوجه من زوجاته ابدا. ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. صح. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تحصل مشاكل، بتحصل مشاكل، مش بنقول إن ما فيش مشاكل زوجية. لا، ده طبيعة، ده فطرة في حياة البشر. مش ملائكة، كلنا نتعامل مع بعض كملائكة يعني. وحتى بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل فيه عندهم مشاكل. ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحصل مشكلة بينها وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة كبيرة جدا. وانا عايز اقول انه لو حد من جيلنا دلوقتي او من الناس المعاصرين حاليا حصلت المشكله ديت لدرجه ان زوجته تتكلم وتقول ايه، ما يعني مش عايز اقول اللفظ، ما تكذبش مثلا، او يعني قول الحقيقه. ستنا عائشه قالت حاجه شبيهه بكده. هما في خصام، في مشكله كبيره، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نشوف حد يتدخل بينا يحكم بينا، ترتضينا عمر بن الخطاب حكما؟ حتى سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بياخد براي أيوة. يعني اصحابه واللي هم عندهم حكمه أيوة. في حل مشاكل بيت أيوة. مع انه يعني لا ينطق عن الهوى. ودي حته يا استاذه عايزين ناكد عليها يا جماعه، لما بنقول لحضراتكم تعالوا لم الشمل، احنا بنقول عايزين بنحاول نصلح، واحنا بنحب المصريين كلهم والمسلمين كلهم، عايزين نوصل لحل، ومش عيب ابدا ان حضرتك تلجا الى حكم.
ده 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 ربنا قايل حكم ده ربنا من اهلي وحكم من اهلي. فان خفتم شقاق بينهما فبعثوا سورة النساء، فان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا انه لو في نزاع وفي احتدام للمسائل والخلافات الزوجيه ينفع جدا، وده لا ينتقص من قدرك ولا ينتقص من رجولتك ابدا. بالعكس، بل سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وخير البشر صلى الله عليه وسلم بيقول لها، هو اللي قال لستنا عائشه، قال لها ترتضين حكما؟ فقالت له نعم. قال لها عمر بن الخطاب بيعرض عليها نجيب عمر يحكم بنا؟ قالت له لا. قال لها طيب ترتضين ابو بكر؟ ده مين؟ ده أبوها. تمام. فتقول يقول لها أبوكي أبو بكر يجي يحكم بيننا؟ قالت له آه. ومع ذلك ما قالهاش طب ده أبوكي ده هيتحيز ليكي أو كذا. لا. تمام. قالت له آه تمام أرتضيه حكم. فاستدعى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فجاء سيدنا أبو بكر، ستنا عائشة بعد كل ده تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقول لها تتكلمين أم أتكلم؟ مين فينا يبدأ الكلام؟ فقالت له تكلم، شوفي بقى اللفظ، ولا تقل الا حقا. يا الله. اه يعني بمفهوم المخالفه ما اقدرش عشان المقام النبوي ما اقدرش اقول يعني السلام. تمام. ايوه مفهومه. اه تمام. ولا تقل الا حقا. سيدنا ابو بكر الصديق لما سمع الكلمه دي، سيدنا ابو بكر اللي جاي يحكم اللي هو ابوها جاي يا بنت امها يعني كانه بيتبرى منها. تمام. وجاي هيضربها على وشها، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حجزوا عنها وقال له ما جئت بك لذلك، ما جئت بك لذلك، انا جايبك تحكم بيننا وجايبك تصلح الامور مش جايبك تضربها. وراح حميها بنفسه صلى الله عليه وسلم. فهي جت جرت ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحتمت بظهره صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولهاش بقى انت ازاي تقولي الكلام ده، ازاي ده انا مش عارف مين، ازاي انا تقولي قدام الراجل تقولي كده، يحاجي بمقامه لا. الكريم. لا لا لا، ينظر اليها ويبتسم ويقول لها يعني أرأيتي؟ شفتي مالكيش غيري يعني. غيري. أنا اللي حوشتك عنه. تمام. وهنا يخلص الموضوع وتتحل المشكلة، ويرجع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد فترة كده يزورهم تاني، فيلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هو وأمنا أم عائشة بيضحكوا مع بعض وبيهزروا مع بعض والجو كويس. فيقول لهم هل دعوتمونا في سلمكم كما دعوتمونا في حربكم؟ يعني إحنا في الفرح. تمام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك معاه ويقول له قد فعلنا قد فعلنا، يعني الموضوع خلاص تمام. الموضوعات او الخلافات ممكن تتحل بسهوله، مش بسهوله على فكره، عشان في مشاكل بتبقى كبيره فعلا، لكن لو يعني ربنا رزقنا بحكم فعلا مش بس من الاهل، لكن حكم عارف صحيح الدين، عارف وسطية الدين، عارف حقوق المرأة في الدين، عارف مقام الرجل في الدين، أعتقد ده ما يبقاش أفضل من مؤسسة كبيرة زي الأزهر الشريف إنها تدخل حكم. فنتمنى لهذه المبادرة بإذن الله النجاح والتوفيق. وللأسف عندنا كلام كتير جدا، لكن بنشكر النهاردة فضيلة الشيخ إسلام محمد ضيف الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو مبادرة لم الشمل. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. شكرا لحضرتك. فاصل ونرجع مع فقرتنا اللي جاية، خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم من جديد وفقرتنا مع كريم بينكي. طبعا كل سن وله جماله، لكن مفيش أجمل أن في كل سن تبقى البشرة صافية، وهي السبب الأول في إبراز جمال أي بنت أو أي ست مهما إن كان عمرهم. معنا النهاردة وكالمعتاد دكتور دينا أبو السعود، هتكلمنا عن بروتوكول خاص بنضارة البشرة. دكتور دينا برحب بيك. أهلا بيك يا دين. طبعا إحنا دايما في كل سن بيبقى فيه جمال للبشرة، لكن أنا لو اتكلمت على البروتوكول المستمر، يعني عمياني كده أصحى من النوم الصبح لغاية لما نام بالليل، مفروض أعمل إيه عشان أحافظ على بشرتي؟ المفروض كلنا نشرب ماء كويس قوي، ناكل أكل مليان فيتامينات ومليان معادن، يعني ناكل خضار كويس قوي، ناكل سلطة كويس قوي، نقلل خالص السكريات، نقلل خالص الدهون، المقليات والحلويات، الحاجات دي تتقل بقدر الإمكان، نقلل الملح في أكلنا مهم قوي، ونحاول نقلل التدخين برضو، بيعمل مشاكل كتيرة جدا، لأن التدخين أصلا
بيخلي البشره بالظبط، وبيدعم الدم بثاني اكسيد الكربون، فاوريدي خطر على الصحه العامه وخطر على خلايا بشرتي جدا. هل العلاج لده ان انا احمي بشرتي من الخارج؟ يعني انت كلمتيني عن الجزء الداخلي الاكل، طبعا الخارجي بقى البروتوكول اللي لازم اعمله طول النهار، استخدم كريم فيه ترطيب وفيه تنعيم وفيه انتي ايجينج وفيه وقايه وفيه مواد طبيعيه، فكل ده انا بقوله انه بيتلخص بمنتج هيعمل طفره كبيره جدا. اوريدي خلاص اتشهر، انا بنزل في الشارع دلوقتي اللي ما يعرفش اسمي بيقول لي دكتوره بينكي يعني. فهو كريم بينكي انا بقول الافضل، وبقول انه في وقت قصير قوي قوي انا شايف انه عدى مستحضرات تجميليه كتيره جدا كانت موجوده بقى لها عشرات السنين. اللي بتقوليه دكتور دينا محتاج يعني نقول ايه، صندوق فيه 10 15 كريم، واحد يقشر واحد يبيض وواحد تجاعيد وعينين ووش. هل كريم بينكي يعني بيقوم بكل الوظائف دي؟ اه طبعا. وازاي كريم بينكي مهم قوي ان انا احافظ على المحتوى المائي داخل بشرتي، ازاي افضل بشرتي مترطبه وما فيهاش اي جفاف بمواده؟ اولا الشيا باتر والكاكاو باتر الاثنين بيعملوا ترطيب عالي جدا جدا، وبيخلي الخلايا بتاعتي محتفظه بالميه وبيعملوا تنشيط للدوره الدمويه. عندي ماده الساليسين، دي ماده مهمه قوي انها بتقشر، وكلنا عارفين ان في مواد كتير تقشيريه بتعمل سايد افكتس وبتعمل اعراض جانبيه، منها التهاب للبشره، منها ان انا لازم افضل قاعده في البيت اسبوع ما اتعرضش للشمس. ولا بقى التقشير المنظره اللي هو الكيميائي بالتحديد. أيوة. اللي هي بقى لما تلاقي وشك مقطع حته. أيوة. حته دي بتبقى زي البرتقال، يكون الكريم بيعمل كده، الكريم ما بيعملش كده. ما احنا راعينا ده يعني. انا كان نفسي ان انا عمري ما عملت التقشير الكيميائي، يمكن انا بجد بخاف جدا ان انا اجرب حاجه واتعور فيها من صحيح. الاخر يعني، وبعدين وشي ده مش حقل التجارب يعني. فاخيرا لقيت كريم يقدر يزيل الخلايا الميته من غير ما اشوف القشر ده. فدي حاجه تحسب لكريم بينكي 100% طبعا. طيب دلوقتي بقى احنا بنتكلم على المواد الطبيعيه واتكلمنا على التقشير، طب ايه الماده اللي في كريم بينكي اللي بتفتح البشره؟ كذا ماده بقى بتشتغل على التفتيح، من هالات سودا، من نمش، من اثار حب شباب، من كل التصبغات. اول حاجه مستخلص عرق السوس، تاني حاجه مستخلص التوت البري، تالت حاجه مستخلص الشاي الاخضر والساليسين. كل المواد دي بتقدر تفتح البشره وتشتغل على الميلانين، بتقدر تسيب بشرتي متوحد لونها ولونها متفتح. طيب افرضي انا عايزه دلوقتي كريم بينكي، اروح صيدليه ولا اروح محلات اللي هي بتاعه الكوزماتكس، ولا اطلبه اونلاين، ولا اعمل ايه؟ الاقيه ازاي؟ كريم بينكي مهم قوي يا دينا اقول ان احنا مش موجودين في اي صفحات كده، لا احنا عندنا صفحه واحده بس على الانستجرام بتطلع، عندنا صفحه واحده بس على الفيسبوك احنا بتطلع. شايفينهم على الشاشه بالفعل. والرقم اللي موجود على الصفحات ده هو ده الرقم شركة مرتي، وموجودين خلال مواقع الشراء الإلكترونية المعروفة، وموجودين في كل الصيدليات دلوقتي. وياريت لو حد دخل والصيدلية قالت مفيش بينكي، لا احنا عندنا بديل، احنا ما عندناش بدائل خالص، هو بينكي بس. والسادة الصيادلة اللي يمكن انا كنت من يومين في صيدلية بحب اعمل ريفيوز شاك طلبتي فبيقول لي يا دكتورة دينا اجيب بينكي منين، ده اكتر من 50 حد بيخش يسألني عليه، احنا موجودين في الشركة المتحدة للصيادلة. فيقدروا ياخدوا منه يعني كده خلاص، سواء بالنسبة للصيدليات او بالنسبة للي بيدوروا على الكريم مش هيلاقوه غير بالطرق دي. جزيل الشكر طبعا لضيفتي دايما دكتور دينا ابو السعود، وكل يوم بنتكلم عن كريم بينكي. الفقرة اللي جاية ناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في ست الستات، خليكم معنا. يعني بيقولوا ان الصحة دي ثروة الانسان الحقيقية، او على الاقل الانسان العاقل. عندنا حاجات كتير مهمة في حياتنا، لكن نرجع ونقول مفيش اهم ابدا من الصحة، وبيكون في بعض الامراض يعني ما بيبقى لناش يد فيها، لكن في امراض ومشاكل صحية بتحصل بسببنا احنا، بايدنا احنا، او يعني بلاش بايدنا، ببقنا احنا. ليه؟ لانها ببساطة مشاكل كبيرة بسبب السمنة. الجوانب بتكون متعددة للمشاكل دي، والامراض بتكون امراض مزمنة، ومرض السمنة في اوله بيكون سهل، لكن كل ما يعني مشينا في الطريق ده بيبقى صعب جدا على مريض السمنة ان هو يرجع مرة تانية. النهاردة
هنتكلم على مريض سمنة أو مع مريض سمنة. أنتوا مش هتصدقوا أنه هو كان مريض سمنة، لأن هو وهو داخل الاستوديو ما كنتش مصدقة أن ده كان قبل كده بيعاني من السمنة. علشان مريض السمنة يعيش حياته طبيعية من غير أي كابوس من مرض السمنة، النهاردة بنشجع أي حد ياخد القرار ده ويكون مش عارف ياخده إزاي. هنطمنكم ونطمن نفسنا، لأن معانا النهاردة ضيف عزيز علينا، هو الأستاذ طه محمد، وكان وزنه 142 كيلو. هنتعرف عليه وهنعرف هو وجهه إيه قبل عملية التحويل المصغر. لكن الأول نرحب بضيفنا دائما دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا. والله دايما بتفاجئنا دكتور أحمد، بس النهاردة المفاجأة من العيار الثقيل، مش ثقيل وزنا لكن ثقيل في الاستيعاب، إن حد يبقى بالوزن العالي ده وفجأة نلاقي شخص داخل علينا في منتهى الرشاقة ما شاء الله، مش لاقي خشب يعني، ومنتهى المظهر الصحي. الأول قبل ما دكتور أحمد يبدأ يحكي لنا، عايزين نشوف ما قبل وما بعد العملية طبعا لضيفنا الأستاذ طه اللي بنرحب بيه. ازيك يا أستاذ طه؟ الحمد لله كويس. أنا وسهلا. ده أستاذ طه ويمكن طوله كمان 180 187 190 يعني ما شاء الله حضرتك طويل والسمنة كانت جامدة. بصوا ده الأستاذ طه قبل وبعد. الأول كده دكتور أحمد، هو أستاذ طه كان بيعاني من إيه؟ هو الحقيقة منظومة تأثير السمنة على حياة الإنسان لها أوجه كتير جدا، لها أوجه صحية، لها أوجه اجتماعية، لها أوجه شكلية، لها أوجه وظيفية، كل دي تأثيرات سلبية. لو سألت أي مريض سمنة هتلاقي حياته بكل طرقها وبكل أوجهها متأثرة بسبب السمنة. التغيير الجذري اللي جراحات السمنة الناجحة بتعمله، وأنا أقصد بكلمة الناجحة اللي بتحقق نجاح في كل هذه الأوجه، لأن لابد النجاح مش هو النزول في الوزن. صحيح. النجاح هو الشكل اللي حضرتك شايفة عليه أستاذ طه وغيره من المرضى اللي حياتهم بتتغير في كل هذه الأوجه، صحيا، جماليا وشكليا، اجتماعيا ومشاركته في حياته وفي بيته وفي وسط أصدقائه ولبسه واللوك والثقة بالنفس. صحيح. وظيفيا أداؤه في الوظيفة وفي العمل وإنتاجه، ما بقاش مجهد، ما بقاش يمشي خطوتين يتعب، ما بقاش مش عارف ينام بالليل، ما بقاش يصحى على كرشة نفس بالليل. طبعا ممكن الكلام ده يبقى غريب على بعض الناس، بس مش هيكون غريب على مرضى السمنة المفرطة. صح. اللي عايشين التجربة دي يوم بيوم. صح. فالتغير اللي هو ده كأنه كانت طبيعي بتاع حياتهم. بالزبط. معاناة طبيعية بالظبط. كان زمان أحيانا جراحات السمنة تؤدي لنزول في الوزن، حتى الآن بعض الجراحات اللي احنا بنسميها الغير دقيقة اللي بتعتمد على النزول في الوزن فقط، ومفيش نظرة أبعد لتأثير ذلك على الصحة. عشان كده احنا بنقيم نجاح عمليات السمنة بحاجة اسمها Quality Life Index، تأثير النزول في الوزن على مستوى حياة الشخص. احنا لما بنعرض بعض الحالات عشان نفرق، لأن كل عمليات السمنة ممكن تخسس. صح. بس المهم هل احنا حصلنا على المستوى اللي احنا عايزينه من حياتنا، ولا خسينا فبقينا عندنا ضعف، خسينا فبقى شكلنا هزيل وجلدنا سقط ومش قادرين نتحرك ودوخة وبنرجع وعندنا مش عارف نقص فيتامينات وعدم استمتاع، يبقى ده ما بعتبروش نجاح للعملية حتى لو المريض خس. صح. طبعا أستاذ طه حضرتك من سوريا. مش كده؟ أهلا وسهلا بك في مصر. الأول كده كنت حاسس بإيه مع زيادة الوزن؟ أنت كنت أكتر من كده ب 46 كيلو. أنا كنت 142 كيلو. 142. الحمد لله رب. ودلوقتي يعني دلوقتي بقيت 96 أو 95 كيلو. جميل. الحمد لله رب. احكي لي حياتك قبل ما تقابل دكتور أحمد. هو بصراحة قبل الموضوع ده أنا ما كنتش عايش.
انا كنت تعبان نفسيا من شكلي من مظهري من خشونه بالركبه وجع بالظهر حاجات قد ما وصفت لها لك هتبقى اكبر من اللي انا كنت فيه. ليه؟ عشان خاطر السمنه دي مرض مزمن، ما بتعيشيش حياتك طبيعيه، بتلاقي انتقادات من الناس، الشكل مش لائق، الدنيا كلها بتحسيها مش حلوه، مش عارف تشتغل، تعب يومي. حضرتك متجوز؟ متجوز الحمد ومخلف؟ لله. معايا عيال الحمد لله. اكيد برضو كان عندك مشكله في موضوع الولاد وانك انت تعمل اي انشطه مع ما هي الأطفال. المشكله هنا انه ولادي عايزين يخرجوا، عايزين يتفسحوا، انا كان عندي على طول اكل ونوم خبول. عرفت ازاي؟ الحمد لله دلوقتي الواحد ممكن يطلع يتفسح شويه، حياه بالبيت بقت حياه تانية، وده كله يعني الحمد لله. اول حاجه فضل ربنا عليا، ثاني حاجه برضه فضل الدكتور الاستاذ احمد السبكي غني عن التعريف، وثاني حاجه انا شفت صاحبي من 5 سنين هو عامل عمليه عند الدكتور. اوكي. وشفت حياته بعد 5 سنين. الراجل الحمد لله رب العالمين كويس، كان معه سكر، كان معه ضغط، كان معه امراض كثيره، وفوق كده ده كله الحمد لله رب العالمين يعني اتعافى من كل حاجه، ودلوقتي صحته بعد 5 سنين زي الفل والحمد لله كويس. يعني حتى هو كبر 5 سنين لكن صحته اتحسنت قوي قوي عن قبل، يعني ما شاء طيب الله. طيب دكتور احمد، اخترت يعني السكريبت بيقول التحويل المصغر، ليه الاول اخترت الاستاذ طه التحويل المصغر؟ هو الحقيقه جراحات السمنه بتفرق عن بعضها في بعض حاجات اللي بتخلينا احيانا نميل لعمليه عن اخرى. لكن احيانا اقول للمريض انت ينفع لك العمليه دي وينفع لك العمليه دي، اختار. فتلاقي المريض يقول لي هو ايه العمليه اللي انا ممكن ما اتخنش بعدها تاني. فده على طول بيبقى هو يقصد ان هو مهما لخبط في الاكل، كتر سكريات، كتر حلويات، كتر وسوريا مشويات. الجمله نفسها لايقه مع بعض يعني. سوريا مشهوره بالاكل الرائع وبالحلويات، والسوريين احسن ناس يطبخوا يعني طبعا. فطبعا دي مشكله لوحدها. فاحيانا لما بقول للمريض الاثنين يدوك نفس النتيجه، بس التكميم مثلا هتحتاج على المدى البعيد درجه من التحكم في الحلويات والسكريات عشان ما ترجعش تزيد تاني بعد فتره، انما التحويل مش هتحتاج تعمل الكنترول ده، لان هو نفسه مهما كترت في الحاجات دي هو هيمنع امتصاصها بنسبه 70%. فبلاقي ناس كتير رغم ان العمليتين ينفعوا لهم على طول بيختار التحويل طبعاً المصغر. طبعا يقول لك اكل براحتي بقى. بالظبط. وده المثال في حاله استاذ طه. حضرتك يا استاذ طه كنت يعني سويت ايتر، بتاكل حلويات بكثره يعني، ولا كان الاكل كل الانواع؟ لا انا كنت باكل كتير يعني اكل حلويات، اي حاجه يعني كان في عندي شهيه للاكل جامده. عرفت ازاي؟ باكل كتير، اي حاجه قدام ممكن اكلها، وغير كده بصير عندي خمول، بصير عندي اوجاع مرض. عرفت ازاي؟ الحمد لله دلوقتي برضو باكل، بس يعني زي ما بقولوا بكميات معقوله، انه ايه باكل حاجه اللي انا عايزها بالظبط. وانا زي ما بقولوا بحس بالشبع، مش انا بقوم على الاكل وعايز اكل تاني. وجربت قبل كده 1000 رجيم ودايت وما اعرفش ايه. حضرتك بقالك قد ايه حضرتك عامل العمليه دلوقتي؟ 8 شهور. 8 شهور. دكتور احمد ما شاء الله لا قوة الا بالله، دكتور احمد ده خس 46 كيلو في 8 شهور. هو لسه ناقص له 5 كيلو، احنا متفقين على 90. بقول لك ايه يا استاذ طه؟ قوم اقف. لف لنا لفه كده. ما شاء الله عليك، يعني لا يمكن الانسان يعني يخطر بباله ان الاستاذ طه كان وزنه زي كده. اتفضل يا فندم. في ناس كتير بيبقى عندهم امراض زي السكر والضغط وحاجات زي كده، وبالرغم من كل ده يعني العمليات التانيه اللي بيجروها وبيقولنا عشان عايزين يروحوا لحضرتك ما بتزولش كل العوارض اللي عندهم. عايز اعرف بالنسبه للاستاذ طه كان ايه قبل العمليه وبعد العمليه من خلال متابعه حضرتك؟ هو اكيد حتى لو هم 45 كيلو او 50 كيلو بس أوي. زياده في الوزن. لا الحقيقه احنا بيجي لنا ارقام اعلى من كده بكتير. بس انا دايما بقول ان احنا كل ما نلحق في مرحله مبكره كل ما النتائج تبقى احلى. يعني 45 50 كيلو
لو تاخدي بالك ما شاء الله ولا بان عليه انه مثلا في ناس تقول لك انا لما اخس كتير قوي مش عارف وشي هيكرمش ويبان عليا وشعري يقع وصحتي. لا ما شاء الله باين ان ده اللوك الطبيعي زي ما حضرتك بتقولي تماما. انه ما كانش تخين وخس، ده كان حد الصحه كويسه، القوام ممشوق، ما كانش دخل في مثلا مثلا كسر في العمود الفقري بعد الشر او غضاريف ظهر، لا كان بدا الوجع وشويه تاكل بسيط في غضاريف الظهر، كان بدا يبقى عنده خشونه بسيطه، دلوقتي اصبح خالي تماما من المشاكل. في مراحل اخرى كنا ممكن نعمل ونلاقي لا التحسن ما هوش 100%. ليه؟ صحيح. عشان حصل دامج او حصل ده مشكلة الناس غير قابلة للرجوع، تستنى لما الاضرار تحصل. بالظبط بالظبط. طيب حضرتك بقى توجهت على دكتور احمد واخدت القرار الصعب ده، هل كان فعلا صعب زي ما قلنا في المقدمه ان في ناس بتبقى عايزه بوش كده او عايزه دفعه؟ والله هو صعب، بس بعد النتيجه اللي اخدتها دلوقتي يا ريتني من زمان اخد القرار ده وهيبقى سهل. وانا رحت برضو عند الدكتور احمد واخدت من وقته وقت، هو بيكلمني عن العمليه وبيشرح لي اياها وبيقول لي دي كذا 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 العمليه. والحمد لله انا بعد ما استفدت عليها دلوقتي انا اعز الناس عندي امي، من اسبوعين او ثلاثه عملنا العمليه عند الدكتور احمد الحمد لله رب العالمين. عملت دكتور عملت نفس تحويل العمليه عشان هي بتعاني من السكر بقى فتره طويله، من السكر. فكان برضو التحويل بهدف القضاء على السكر هو الافضل، على السكر وفيها سمنه بسيطه دلوقتي الحمد لله، بقى لها 3 اسابيع ما بتاخدش ولا برشامه سكر واحده ما شاء الله، يعني الحمد لله والحمد لله رب العالمين دلوقتي بصحه احسن، وان شاء الله اللي بعده احسن. عشان خاطر انا حاجه حاسسها، مش بتكلم كلام، لا انا بتكلم حاجه انا حاسسها وعايشها. طيب دكتور احمد، مرارا وتكرارا يعني قدام التحويل المصغر بنحب نفتكر تاني تفاصيله، التحويل المصغر بيفرق ايه؟ وهو زي ما حضرتك علمتنا ان ده التطور اللي حصل على عمليات تحويل مسار المعده المسار القديم. هو الحقيقه التحويل مميز ان هو يعتبر عمليتين في بعض. اولا تصغير معده زيه زي التكميم. اوكي. احنا بنعزل جزء من المعده بدون استئصال. هنشوف دلوقتي العزل ده بيدينا تخلص من هرمونات، هرمون الجوع، هرمون اللي بيقلل الحرق، هرمون اللي بيعمل الضغط والكوليسترول والهرمون بتاع السكر. الجزء اللي اتعزل ده اتعزل بمشاكله كلها، خدنا فايده اولى في اول خطوه في العمليه زي تكميم المعده بالمنظار. الاضافه في التحويل هو الخطوه الثانيه، وهي ان المعده اصبحت بتصب في الامعاء على طول. اوكي. اصبح اول 2 متر او لو احنا اتحكمنا فيهم خليناهم 150 او 120 حسب وزن المريض، اللي هم بيمتصوا 70% من السكريات والنشويات والدهون، الاكل ما بقاش يعدي عليهم. اوكي. فاصبح الاكل، احنا بناكل الاكل وفي سكريات وفي دهون وما بيمتصوش بنسبه 70%. عزلت المكان اللي هيمتصه من خلاله. بالظبط. فالجسم بياخد 30% منهم فقط. اللي هم برضو مطلوبين، لان احنا لازم جسمنا يدخل له نسبه طبعًا. سكر ولازم يدخل له نسبه دهون بسيطه. دكتور احمد، كمان الرجاله بيبقوا اكتر، وخصوصا يعني حضرتك استاذ طه مش كبير في السن طبعًا. يعني عايز يروح الجيم وعايز طبعًا. عضلات عايز وعايز لياقه وعايز بالزبط. رياضه. تاني حاجه التحويل المصغر احنا عملنا عليه تعديلات كتير عشان نتجنب بعض الديفوهات اللي كانت ممكن تضايق المرضى في نفس العمليه لما اتعملت سنه 97 على يد دكتور روتليج. دكتور روتليج جه معانا كتير في مؤتمرات هنا في مصر واحنا على طول بنتواصل معاه، هو نفسه سعيد بالتعديلات اللي احنا عملناها وشايف انها اضافت للعمليه وحسنت نتائجها ونشرتها اكتر. التوصيله الجانبيه اللي منعت الارتجاع بل وعالجت الناس اللي عندهم ارتجاع. طول الامعاء اللي نقدر نتحكم فيه في الوزن ونخسس المريض درجه معينه احنا بنتحكم فيها طبقا لمواصفات العمليه، حجم معده وقطر التوصيله وطول التوصيله. لان في ناس مش عايزه تخس قوي. بالظبط. ودي خلت العمليه اصبحت صالحه لفئه اكبر كتير جدا من الاول. لما العملية التحويل اتعملت في الأول على يد الدكتور روتليج كانت لمرضى السمنة المفرطة فقط، لأن كانت التوصيلة ثابتة 2 متر وحجم المعدة صغير 120 ملي في حجمه وقطر التوصيلة 2 سنتي يعني ضيق، وكان تصميمه لسمنة المفرطة فقط. دلوقتي احنا بنعمل كل درجات السمنة
حتى السمنة البسيطة اللي هو زايد 20 كيلو أو 15 كيلو فقط. ويقف عند ويقف عند الوزن اللي احنا عايزينه بإذن الله. وتغبي على السكر فأصبح العملية تتعمل لمرضى سكر حتى لو هم مش فارق معهم ال 15 20 كيلو دول. أوكي. فأصبح لها إيمج تانية، بدل ما كان عندنا مثلا 10 مليون مريض عندهم سمنة، لا ده احنا عندنا يجي 30 كمان عندهم سكر. فأصبح انتشار العملية عشان تفيد شريحة أكبر من الأمراض والمشاكل الصحية أصبحت أكثر انتشار. طيب طبعا أستاذ طه زي ما سمعنا والدته بتعاني من مرض السكر. طب أكيد تايب 2 اللي هو السكر الكبار. هو كان مرشح هو نفسه وهو عنده سمنة وراثيا بقى عنده استعداد. هل كده نقدر نقول لأستاذ طه تماما تفادى هذه المشكلة تماما؟ ده هو لو كان جاله بعد الشر كان هيروح. فما بالك إن هو لسه ما بدأش عنده ولا البنكرياس اتأثر ولا أي حاجة. هو كده أصبح بإذن الله محصن ضد هذه الأمراض تماما. ودي برضو خطوة أحسن من إننا نستنى إن المشاكل تحصل. والنتيجة الأفضل دايما لما نكون في المرحلة اللي احنا بنسميها reversible stage، يعني عندنا قشورة في المفاصل بس المفصل سليم ما بص نرجع كويسين. أصلك لو استنيت لما المفصل بص خالص يعني محتاج نوع تاني من العملية بالزبط. سكر والبنكرياس ضعف خالص، يبقى أصبحنا لا في مرحلة ممكن أضعف شوية. طبعا احنا عايزين نفكر حضراتكم ان احنا بدأنا وبنقول لكم احنا معاكم في اتخاذ هذا القرار. انا عارفة ان في ناس بتفتكر ان الموضوع ممكن ايه اعمل جراحة وبتاع، لا الموضوع مبقاش زي زمان زي ما دكتور احمد سبكي قال لنا. وزيادة اطمئنان كمان تقدروا تدخلوا على الصفحة الخاصة بدكتور احمد السبكي علشان لو عندكم اسئلة تقدروا توجهوها على الصفحة، لو عندكم استفسارات، لو عايزين تشوفوا تجارب اخرين عملوا الجراحات المختلفة او حتى مش جراحات زي تولز تانية زي البالون والأقراص اللي هي الكبسولة الذكية، يعني في اختيارات كتير جدا لما تدخلوا على صفحة دكتور أحمد ممكن تلاقوا أمثلة بالنسبة لها. أستاذ طه طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا أنك أنت تعبت نفسك وجيت تورينا التجربة، أكيد ده حيدي أمل ودفع لناس كتير. الحمد لله عشان أنا استفدت والله، عشان كده أنا رايد الناس تستفيد. أكيد عرفت بشكرك إزاي. الحمد لله. وطبعا جزيل الشكر بنقدمه دايما لدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، بشكركم وأشوفكم بكرة بإذن الله على خير وحلقة جديدة من ست الستات.